انت اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج شيكا اكس جاجو الموسم الثاني. النهارده هنتكلم عن موضوع يعني معظم الناس بتعاني منه ومعظم الناس شايله جواها الموضوع ده وماشيه بيه، اللي هو موضوع الحزن. بصوا يا جماعه، احنا لما بنحزن بنحزن لسبب، و نعمة الحزن دي انا بشوفها ان هي نعمة زيها زي نعمة البكاء، زي نعمة السعادة. الحزن هو حاجة ان انا افرغ بيها غضبي، ان انا احزن اتضايق وافرح بعد كده، او ان انا احزن لسبب ما اطلع بقى الزعل ده في النوم، اطلع الزعل ده في الرياضة، اطلع الزعل ده في ان انا اعيط، ايا كان، بس المهم ان انا افرغه لجوه، افرغه لبره مش افرغه لجوه. لان انت حزنك ده لما تشيله وتمشي بيه انت بتعجز 20 سنة قدام، فبالتالي ما تخليش دايما حزنك هو السبب ان هو يضايقك يعني على مستوى النفسي، لان الحزن المفروض ليه اكسبيري ديت، مفيش حزن بيقعد العمر كله. عشان كده احنا عندنا نعمة تانية اللي هي نعمة النسيان، ان انت بتحزن وبتنسى وبتفرح وبتنسى وبترجع تاني الوضع الطبيعي، فبالتالي ده الوضع الطبيعي. ما تبقاش انت بقى في المعدل اللي هو الغريب، اللي هو انا افضل حزين العمر كله وشايل الحزن في قلبي العمر كله، مش صح. فبالتالي احنا ليه بنحزن؟ ليه بنحزن؟ لان احنا ناس طبيعيه، الناس الطبيعيه بتحزن وبتفرح وبتنسى، ولكن ان انا افضل حزين على طول مش صح، وان انا افضل شايل الحزن ده معايا على طول، وان انا اخلي الناس اللي عايشه معايا بقى سواء اسرتي سواء ولادي سواء عيلتي متاثرين بحزني ده، وان انا منغص عليهم حياتهم ومغص عليهم حياتهم عشان انا قررت ان انا ابقى حزين النهارده. لا، ما انت مش يعني لما تيجي تفكر كده في الكلام مش منطقي. يعني انا لما اجي احط ان انا مثلا هحزن يوم الاحد والثلاث وخميس وهفرح اثنين واربع، فده مش طبيعي. احنا كده ده كده سوبر ماركت، مش بني ادم، مش حياة بني ادم. الكلام ده تعمله لو انت حضرتك عايش لوحدك، لو انت عايش كده سولو في الدنيا، لكن لو انت مسؤول عن ناس ومسؤول عن اسرة ومسؤول عن اطفال ومسؤول عن اولاد صغيرين، ما ينفعش ان انت تنقل لهم التعاسة وتنقل لهم الحزن اللي حضرتك عايش فيه وقررت ان انت ما تنساهوش. فبالتالي احزن، بس ما تخليش الموضوع يبقى حاجة نفسية. فبالتالي ما ينفعش ان انا اسيب الحزن يسيطر عليا، ما ينفعش ان انا اتاقلم معاه ان هو زيه زي دقني زيه زي شعري انا عايش بالحزن. لا، عادي جدا، ده شعرنا بنحلقه، يعني دقننا بنشيلها، فكل حاجه بنقدر نتخلص منها وتطلع تاني. فاحنا ممكن احزن وانسى واحزن تاني، ما عنديش مشكله، بس ما افضلش بالحزن لمده طويله لدرجة بقى ان انا يجي لي ضغط وسكر واسناني تقع واشيب 200 سنه والسوالف عندي تبقى بيضه. لا، كده انت اوفر، تمام. فكل حاجة ليها وقت وليها معدل تخلص فيه وننسى ونكمل حياتنا عادي جدا، تمام. وخد بالك دايما ان سواء انت عندك الحاجة، عندك مثلا نقص في اي حاجة في حياتك هو نصيبك، فما تحسس نفسك دايما ان انت الغلطان في طريقة الحياة اللي انت عايشها. انت تقدر تغير حياتك في اي وقت، بس انت لازم تاخد القرار ولازم تبقى شجاع في القرار اللي انت خدته، ما تبصش وراك، لكن ما تسيبش ان انت عشان مثلا عندك نقص في المال او عندك نقص في الصحة او عندك نقص في الشغل، ما عندكش شغل، مش لاقي شغل مثلا، او مش قادر تدبر امور بيتك، لا، انت تقدر تشتغل على نفسك وتقدر تعالج المشكلة دي. فوالا كل واحد لو كان عنده شوية مشاكل كان قاعد يعيط ومحدش حل حاجة. فبالتالي ربنا ادانا عقل، ربنا ادانا نعمة اسمها نعمة التفكير ونعمة التحليل ونعمة العقل، ان انا استخدمها صح وان انا اقدر اخرج بيها من مشاكلي من غير ما الموضوع ده يأثر عليا وعلى اسرتي. هتعب شوية، بس هو احنا اتخلقنا في شقاء، مفيش حد اتخلق ان هو في نعيم، النعيم في الجنة بقى لما نموت، لكن احنا دلوقتي في شقاء، مفيش حد هيفضل طول عمره عايش في الساحل وقاعد على الشط. يعني انت شويه اكيد هيجي لك شغل، اكيد هيحصل لك مشكله، اكيد هيجي لك حاله وفاه، اكيد هيجي لك حاله فرح. يعني هي دي الحياه، ups and downs، يعني فيها حاجات حلوه وفيها حاجات وحشه، فما تخليش حياتك تبقى وحشه بس، هو مش ده الطبيعي، فاهمني؟ بس فانت الهدف من الحلقه دي ان انت تتعامل مع الحزن كامر واقع، وان انت تتاقلم معاه، وان انت تتخلص منه و تموف اون في الدنيا وتقابل ناس جديدة، وناس اللي ماتت نفضل فاكرينها بحلوها ووحشها والحاجات الوحشة فيها والحاجات الحلوة فيها والذكريات الحلوة اللي بقى هنحزن على حد ماشي، ولكن ما تخليش الحزن يسيطر عليك. بس متأكد دايما ان اهم حاجة في البني ادم هي دماغه. دي كانت حلقة جديدة من شيك اكس جاكو، سلام.
go.